في الصيف الماضي دخل النجم محمد صلاح التاريخ قبل أن يبدأ مشواره مع ليفربول، فتكلفة انتقاله من روما إلى الريدز كانت تاريخية. صلاح بانتقاله إلى ليفربول كلف خزينة الأخير ما يقرب من 37 مليون جنيه استرليني، ليكون أغلى صفقة شراء في ليفربول وأغلى صفقة بيع في روما بحسب ما أعلنه الناديان وقتها. لكن بعد مرور موسم واحد فقط كان استثنائيا للإيجيبشن كينج، تغير كل شيء وصار في ترتيب مختلف بعد الصفقات التي أبرمها الريدز في الميركاتو الصيفي. البداية ستكون مع اللاعب الأغلى حاليا في تاريخ النادي الإنجليزي العريق، وهو فيرجيل فان دايك، هذا المدافع الهولندي الصلب الذي انتقل قلعة الريدز في سوق الانتقالات الشتوية الماضي. كان قدم من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني، وأصر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول على التعاقد معه لحل أزمته الدفاعية التي تسببت في فقدان العديد من النقاط في الدور الأول من بطولة الدوري. وبهذا السعر صار الهولندي المدافع هو الأغلى في العالم حتى الآن. بعد ذلك يأتي أليسون بيكر، وهو حيث قرر يورغن كلوب مدرب ليفربول الدخول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم حراسة مرمى، ليقع الاختيار على الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي يلعب في صفوف روما الإيطالية. تكلفة صاحب 25 عاما كلفت خزينة الريدز 67 مليون جنيه استرليني بعد المستوى الذي قدمه سواء مع المنتخب البرازيلي أو مع روما ليكون أغلى حارس في العالم. تأتي هذه الصفقة لعلاج الأخطاء المتكررة من الألماني لويس كاريوس خلال الموسم الماضي. بعد ذلك يأتي نابي كيتا في الصيف الماضي، حيث توصل ليفربول لاتفاق مع لايبزيغ الألماني من أجل الحصول على خدمات الغني الدولي نابي كيتا. في صفقة قياسية اتفق من خلالها الطرفان على انتقال اللاعب في الصيف الحالي مقابل 53 مليون جنيه استرليني. صاحب 22 عام بهذا الانتقال صار ثالث أغلى صفقة في تاريخ ليفربول. فابينيو تافاريز، قرر كلوب تعويض اللاعب الألماني من خلال التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو. هو قادم من موناكو الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون جنيه استرليني لتعويض رحيل الدولي الألماني إيميري تشام ليفربول في الصيف الحالي بعدما رفض تجديد عقده مع النادي. بعد ذلك يأتي محمد صلاح، حيث أصبح المصري جناح ليفربول المتألق في الترتيب الخامس على مستوى ترتيب أغلى صفقات ليفربول. انتقل الفرعون المصري من روما إلى وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لقلعة الريدز في صفقة وصلت قيمتها لما يقرب من 37 مليون جنيه استرليني، وذلك على الرغم من كون صلاح نجم وهداف الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بجميع جوائز الأفضل في إنجلترا الموسم الماضي. بعد ذلك يأتي أليكس تشامبرلين. تشامبرلين هو لاعب وسط منتخب إنجلترا، حيث كان في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ليفربول عندما انتقل الموسم الماضي من نادي الجانرز أرسنال في صفقة قدرت ب 35 مليون جنيه استرليني، لكنه تعرض لإصابة مضاعفة في أربطة الركبة ليغيب عن ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وكذلك عن منتخب إنجلترا في كأس العالم. أندي كارول، هذا المهاجم الذي انتقل إلى الريدز ليفربول في موسم 2011 برقم كان الأغلى في تاريخ النادي وقتها، قادما من نادي نيوكاسل حيث دفع الليفر 35 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع هذا المهاجم الذي يوصف بالفذ والذي تألق بالفعل بصفوف المنتخب الإنجليزي. ورحل كارول سريعا في 2013 إلى نادي ويستهام يونايتد بعد فشل في ترك بصمة حقيقية مع الفريق. ننتقل بعد ذلك إلى ساديو ماني، حيث يحل المهاجم السنغالي ساديو ماني في المركز التاسع ضمن قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث انتقل الموسم قبل الماضي إلى قلعة الريدز قادما من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه استرليني. ويعد ساديو من أهم اللاعبين في تشكيلة الألماني كلوب في الفترة الحالية، قدم موسما استثنائيا كثنائي رائع مع محمد صلاح.
روبرتو فيرمينو، هذا النجم البرازيلي الذي نجح في أداء كافة الأدوار الهجومية مع ليفربول، وانتقل قادما من صفوف هوفنهايم الألماني مقابل 29 مليون جنيه استرليني في موسم 2015. نجح فيرمينو بتسجيل 50 هدف في 140 مباراة خاضها مع الريدز حتى الآن. في النهاية لابد وأن نؤكد أن هذا التراجع لنجمنا فخر العرب محمد صلاح يعد طبيعيا ويحدث لأكبر نجوم العالم بأنديتهم في ظل سوق انتقالات باتت ميزانيته تتضاعف يوما بعد يوم.